اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي المهندس بيوم صديق صالح من الأقصر. أنا أشتغل مكتب صح مكتب استشاري في الأقصر، وبعدين حبيت أخذ دورة بي إم بي أكاديمي، لأن بصراحة المركز في معهد الاتصال اللي كان 2008 ما كانش في وقت مناسب إني أخذ الدورة. الحمد لله هذا الأسبوع ده كان مناسب، خاصة إن أنا هل من الصعيد وكنت في القاهرة، فكان فكرة إن الأقصر تكون مضغوط فكرة مناسبة بالنسبة لي. لما جينا هنا الحمد لله يعني لقيت ناس كويسة وأحسن ما كنا نتوقع. الحمد لله يعني في حاجات كتير كنا نتوقع حصلت ما لقيناهاش، وإن شاء الله ربنا وفقنا وكنا نتصل دائم بالمركز لأن الناس اللي فيه أراضي فعلا الحمد لله. يعني مرة أسبوع تقريبا ما فيش مشاكل حقيقية بيننا. موضوع الوجبة دلوقتي احنا كامبرز وفرت عليه مزوم، احنا بنشكرهم ان شاء الله، اتمنى لهم التوفيق دايما، وكنا على تواصل معهم باذن الله.